الفلفل من الخضروات التي تؤكل طازجة ومطبوخة ومخللة، والمعروف أن الفلفل من النباتات الصيفية والتي تتحمل درجات حرارة عالية، ولكن أصبح الآن بالإمكان زراعتها في الشتاء بالبيوت البلاستيكية. يحتوي الفلفل على مستوى عال من فيتامين سي، وعلى أكثر من ضعف الكمية الموجودة في الليمون المعروف بأنه المصدر المثالي لفيتامين سي الذي يساعد على امتصاص الحديد بشكل جيد ويقوي المناعة، ويحتوي على نسب عالية من فيتامين ألف وهو مليء بمضادات الأكسدة، ويساعد الفلفل في منع العديد من أنواع السرطانات كسرطان الرئة. أظهرت الدراسات الحديثة أن الفلفل الأحمر يمكنه تنشيط الجسم وحرق المزيد من السعرات الحرارية. أول من قام بزراعة الفلفل أهل بنغلاديش، ويتم زراعة 3000 طن من الفلفل الأحمر الحار سنوياً، أي ما يعادل وزن 750 فيلا بالغاً. جميع أنواع الفلفل هي جزء من عائلة الفليفلة، ولها العديد من الأسماء تعتمد على النوع والمكان. النوع الحار يسمى عادة الفلفل الحار أو فلفل لتشيلي. الفلفل الكبير والمتوسط يسمى حسب لونه الفلفل الأحمر أو الفلفل الأخضر أو الفلفل الحلو، وذلك في شمال أمريكا والمملكة المتحدة. أما في نيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة والهند تدعى الفليفلة، وفي بعض أنحاء العالم تدعى البابريكا. هل تعرف الاسم الأصلي للفلفل الأحمر؟